فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. الوفد بتاع الأمريكان يا سادة يا كرام جاي برئاسة مدير وكالة المخابرات، مدير CIA. الموضوع كبير هام. طيب هيحصل لقاء ما بين الوفد الأمني المصري وما بين الوفد الأمريكي في بداية جولة جديدة لمفاوضات الهدنة في غزة. يا ترى يا هل ترى هنعمل ايه؟ خلونا ناخد معانا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير والمتخصص في الشؤون الدولية. احنا معانا الدكتور احمد سيد احمد. يا سلام دكتور احمد سيد احمد معانا على التليفون. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بك استاذ يوسف. ازاي الحال؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله يا رب خير. طيب دلوقتي مدير CIA موجود بالتأكيد فيه معاه وفد مرافق، التقوا الرئيس ثم بعد ذلك هتبدأ جولة جديدة من المفاوضات كيفما نشر. هبدأ مع حضرتك بأنه هنبني على إيه جولتنا الجديدة في هذا الملف التفاوضي؟ أولا هذه الجولة وهذه الزيارة لرئيس الاستخبارات الأمريكية لمصر هي بتعكس حقيقة دلالات مهمة، من أهمها طبعا الجهود المصرية المتواصلة ليلا نهارا فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية، فيما يتعلق بفقه أولويات الدولة المصرية وهو وقف نزيف الدم الفلسطيني، الوقت من دم، كل يوم يمر هناك عداد الشهداء الفلسطينيين من النساء والأطفال يتفقدوا معدلات ومتوليه هندسية. الأولوية الأخرى فقه الأولويات هو وقف المعاناة الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية. في هذا الإطار رغم العقبات والتحديات رغم المراوغة الإسرائيلية والتعنت إن مصر لم تيأس لحظة واحدة، وبالتالي دائما تحرك الأمور، تقدم المبادرات والاقتراحات وتواصل الاتصالات والمشاورات مع الشركاء خاصة الجانب الأمريكي وأيضا الجانب القطري للعمل على الوصول وحدوث اختراق حقيقي هذه المرة فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق يحقق مصالح جميع الأطراف. ما تقوم به مصر هو العمل على حل القضية العالقة، العمل على تقريب الفجوات، العمل أن يكون هناك الابتعاد عن نظرية المباراة الصفرية أو منطقة الألغام دائما التي كانت دائما تفجر كل المفاوضات والجولات التي أبناها في السابق بسبب ما تكون به إسرائيل من مراورات من تعنت ومن مراوغات. وأنا في اعتقادي أن مصر دائما تسير على كل المسارات بالتوازي، يعني هذا المسار الأمني لم يتوقف لحظة واحدة رغم كل هذه الصعاب وهذه التحديات، إلا أن مصر دائما تقوم على أهمية أن يكون هناك الوصول إلى الاتفاق. دكتور يعني أحمد، حضرتك واحد من أبرز وأهم المتخصصين في الشأن الأمريكي ودي حقيقة. الأمريكان لحد دلوقتي هم ماشيين معانا في هذا الملف المتعلق بالأوضاع في فلسطين وتحديدا في القطاع، احنا ماشيين تقريبا نقدر اقول على نفس الموجة. احنا عاوزين نوقف، عاوزين هدنة، عاوزين وقف فوري لإطلاق النيران، عايزين انسحاب لقوات الاحتلال من غزة بحيث انها تقف على الشريط الحدودي ما بين غزة وما بين الكيان الصهيوني. فلحد دلوقتي الامريكان تمام، بنيامين نتنياهو رجل مراوغ ويريد الذهاب إلى الكونغرس ورايح للكونغرس. السؤال، ما الذي يريد بنيامين نتنياهو من خلال عملية شراء الوقت؟ هل ينتظر الخريف أو انتخابات نوفمبر القادم قد يأتي بها أو قد تأتي بترامب فيساعده في الملف، ولا أنه يريد أمرا آخر؟ يعني نتنياهو حقيقة هو يعني عرف نقاط ضعف بايدن، الرئيس بايدن هو يعني كالبطة العرجاء حقيقة، هو يتعرض من ضغوط متضادة سواء من الجانب الرافض لدعمه المطلق لإسرائيل ومحاولة إضاء هذا التيار في ممارسة ضغوط شكلية على الجانب الإسرائيلي على الأقل فيما يتعلق بالجانب الإنساني، أو فيما يتعلق بالضغوط المضادة اللوبي اليهود القوي لإسرائيل، وبالتالي بات نتنياهو يدرك حقيقة أن بايدن لا يستطيع أن يمارس هناك سقف للضغوط التي يمارسها عليه، ولذلك هو يمارس ما يسمى الابتزاز السياسي. هو الآن بعد تعثر بايدن في المناظرة هو مع احتمالات وفرص كبيرة لعودة ترامب بدأ يطيل الحرب. هذا عامل، العامل الآخر في نظر الأهم هو أن مصلحة نتنياهو في استمرار هذا الصراع وهذه الحرب، هو لا يريد وقف الحرب، هو لديه مصلحة شخصية ويدخل المفاوضات من منطلق أنه يحاول الظهور بأنه يجاري ويظهر لأسر رسالة أهل الأسرة بأنه حريص على أبنائه، بينما هو في حقيقة الأمر يضع العقبات تلو العقبات. يعني حتى خلال ال 24 ساعة الماضية عندما كان هناك حركة وبتاع خرج بتصريحات وضع شروط جديدة وتكلم عن وقف التهريب والمزاعم بين إسرائيل وبين غزة وبين مصر،
يريد ضمانات بان يعود للقتال مره اخرى، القضاء على الفصائل، يعني هي شروط تدفع الطرف الاخر ايضا الفصائل الى التمسك بموقفها وبالتالي تنفجر المفاوضات. هذه نظريه استراتيجيه، لكن انا في اعتقادي بما اتكلم عن الشان الامريكي استاذ يوسف، امريكا حتى الان يعني 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 الموقف المائع الامريكي على مدار كل هذه الشهور هو من ادى لاستمرار هذه الحاله حقيقه. امريكا تريد ان تمارس دور الوساطه وهي ما تزال تجلس في المقعد الاسرائيلي. الامر الثاني، اداره بايدن على ارض على الاقطاب الظاهري هي تبدو كانها تمارس ضغوط لاستيعاب الضغوط الداخليه، تبدو كانها تمارس ضغوط على نتنياهو، تتكلم فقط عن يعني تخفيف عدد المدنيين، لكن على ارض الواقع هي متبنيه الموقف الاسرائيلي، لم تتبنى حتى الان موقف وقف دائم لاطلاق الحرب او انهاء الحرب او كل اهداف اسرائيل، وبالتالي هذا الموقف ربما المائع او ربما الغير جدي في ممارسه الضغوط. نقول حقيقه اي اتفاق للهدنه لن يتم الا بان يكون هناك ضوء اقدر امريكي ورغبه حقيقيه امريكيه، لان امريكا هي الطرف الوحيد القادر على ضغط اسرائيل. امريكا تظل في اطار سياسه المناشده والتمادي. بايدن يريد ان يكون يحقق اي نصر على الاقل قبل الانتخابات في اطلاق صفقه تؤدي اطلاق سراح الاسرى سواء الاسرائيليين او الاسرى السته الامريكيين الموجودين، لكنه في ذات الوقت يده مغلوله فيما يتعلق بممارسه الضغوط. ماذا تفعل مصر هنا؟ مصر كل هذه التحديات والعقبات هي تمارس وتستمر في جهودها بالتنسيق مع الجانب الامريكي والجانب القطري، رغم المراوغه الاسرائيليه والتعنت الاسرائيلي الا ان مصر مستمر. هذا الموقف المصري الثابت في القضيه الفلسطينيه هو دائما من جنة جنون اسرائيل، يعني ما الذي يدفع اسرائيل دائما كل فتره لتطلق الاشاعات والادعاءات والافتراءات والهزيان ضد الجانب المصري؟ لانه ببساطه اسرائيل واليمين المتطرف كان يريد تمرير مخطط خبيث وهو تصفيه القضيه الفلسطينيه واستغلال طوفان الاقصى من خلال التهجير القسري واستراتيجيه الجحيم، تحويل غزه الى مكان لا يمكن العيش فيه قطع الماء والغذاء والكهرباء. طيب هل نتنياهو في زيارته للكونجرس، وحضرتك تعلم ان الكونجرس هو ملعب اسرائيلي، هو ملعب بتاع الايباك واللوبي الصهيوني في الولايات المتحده الامريكيه، هل نتنياهو رايح لمجرد شراء الوقت ولا نتنياهو رايح للمزيد من الدعم سواء اذا كان دعم اقتصادي او دعم عسكري؟ هو الامرين معا، هو يريد مزيد من شراء الوقت، هو يريد ان يقول ان امريكا مع الجانب الاسرائيلي، هو يريد ان يعني يدحض الصوره المسبقه بان هناك خلاف بين اداره بايدن وبين نتنياهو وان يعني بايدن يمارس الضغوط. هو ايضا ذهب الكونجرس الامريكي لكي يمارس الضغوط على اداره بايدن ويمنعه من محاولة حتى مجرد ممارسة أي ضغوط، يعني عندما هدد بايدن بتعليق شحنة الأسلحة، شحنة الذخائر، يعني قنابل يعني أنقودية تصل الواحدة منها ربما 1000 كيلو، هي قنابل يعني مجرد بس تعليق شحنة واحدة، قام الكونجرس الأمريكي بضرب الشريعة وإلزام بايدن بتصدير واستئناف استمرار المساعدات لإسرائيل. أيضا الكونجرس الأمريكي والذي بيده قرار المساعدات العسكرية والاقتصادية، وهو من أقر المساعدات العسكرية الأخيرة لإسرائيل التي تقدر ب 26 مليار دولار، وبالتالي هو يريد ويلعب ويعرف جيدا تأثير اللوبي اليهودي في اختيار عناصر الكونجرس، وبالتالي هو يريد تأكيد وإعطاء رسالة أن أمريكا ما تزال متماهية ومتقاربة وداعمة للجانب الإسرائيلي. هو أيضا يستغل المزايدة بين الحزبين سواء الديمقراطي أو الجمهوري فيما يتعلق بدعم إسرائيل، يعني ترامب اتهم بايدن في المناظرة الأخيرة التي بدا فيها بايدن يعني ضعيفا بأنه كان ضعيفا في دعمه لإسرائيل وأنه لو كان موجودا لما قامت عملية طوفان الأقصى، وبالتالي هذا بيدفع بايدن أيضا إلى مزيد من المواقف التي تظهر دعمه لإسرائيل ويقول أنه الأكثر دعما، وبالتالي هذه المناورة وهذه المراوغة وهذه المزايدة بين الجانبين يحاول نتنياهو أن يستغلها. نتنياهو الآن فقد العالم كله، لم يعد أحد يتعاطف معه، فقط الذي في مركب الآن نتنياهو والجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي في على وهذا ما يهم نتنياهو، لا يهم اعتبارات المجتمع الدولي ولا هذا الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية ولا هذه العزلة، كل ما فقط هو يهمه الجانب الأمريكي، ويستغل هذا الوضع الصعب في أمريكا وهذه الظروف الانتخابية لتحقيق أكبر قدر من المكاسب والتأكيد على موقفه ورفض تقديم أي تعديلات، خاصة فيما يتعلق باحتمالية أن تمارس عليه أمريكا ضغوط سواء فيما يتعلق بالصفقة أو فيما يتعلق بمستقبل غزة بعد الحرب. شكرا جدا يا دكتور، كل الشكر دكتور أحمد سيد أحمد المتخصص في الشأن الأمريكي.